جايني اسئلة كثيرة خالص من اغاني معرفش جابوها ازاي. واحد بيسأل بيقول سمعت احد الخدام الكبار يقول ان السيد المسيح لما قال للمفلوج مغفورة ليك خطاياك هي نقلت عنه لكن لم تغفر الا على الصليب، وهكذا ما حدث لكل من قال له السيد المسيح مغفورة لكم خطاياكم، ذلك لأنه بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. مثل داود لما قال له ناسان النبي الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. الكلام ده صح 100%. لما السيد المسيح يقول لواحد مغفورة ليك خطاياك يعني أخذ صك بالمغفرة، أخذ إيه؟ صك بالمغفرة، وهذا الصك يتم صرفه بالفداء، لكن قبل الفداء تنطبق الآية بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. يعني هل اللي قال لهم المسيح مغفور لكم خطاياكم كانوا لا يحتاجون الى الفداء؟